رسالة الشركة أو الفيجن أو الرؤية للشركة معناها أنه إحنا كرواد ورائدات أعمال منفكر بالسبب السامي اللي عشانه إحنا بنينا الشركة. عشان أنطي مثال، مثلا بكاكتوس، شو السبب أنه أنا بنيت كاكتوس اللي هي شركة بتنطي دورات وورشات واستشارة للنساء العربيات لكيف يبنوا ويطوروا مشاريع تجارية؟ شو الرسالة، شو الرؤية لكاكتوس، وشو الهدف السامي اللي عشانه أنا بنيت كاكتوس؟ الهدف السامي هو أنه النساء العربيات بالعالم العربي تأخذ دورها القيادي بأنها تساعد وتساهم بأنه المجتمعات العربية أو الدول العربية أو المنطقة العربية تكون قوية اقتصادياً، قوية اجتماعياً، وبنفس الوقت آمنة وسعيدة للجميع بدون استثناء. فهذا هو الهدف السامي اللي عشانه أنا بنيت كاكتوس. بآمن أنه الطريقة اللي إحنا ممكن نصلها هي فعلاً عن طريق ريادة الأعمال، وإنه إحنا نخلي أو نساعد النساء إنهم يعرفوا كيف يبنوا مشاريع قابلة للتوسع ومشاريع اللي فيها استدامة على المدى الطويل. فهاي هي رسالة الشركة. فإذا ما عندك رسالة الشركة، هلأ ليش مهم إنه يكون في رسالة الشركة؟ أولاً لأنه أنا بشكل شخصي كمؤسسة لكاكتوس بتخلينا أقوم كل يوم الصبح وعن جد يعني حاسة بتحفيز كتير كبير. بس مش بس أنا اللي حاسة بتحفيز، كمان الفريق تبعي، فريق كاكتوس، بحس إنه كل الشغل اللي عم نعمله اليوم بكاكتوس في إله هدف سامي بعيد اللي إحنا عم نحاول نصله. فكل واحد فيكم تفكر شو الهدف السامي اللي عشان هي بنت الشركة، وكيف، وهذا الهدف السامي لازم يكون مشجع مش بس لإلنا، هو كمان حافز ومحفز للموظفين اللي بيشتغلوا معنا، عشان هني فعلا كمان يشعروا انه الشغل اللي عم بيعملوه باليوم يوم هو في له هدف معين، والشركة مع بعض انت والفريق رح تصلوا لهذا الهدف من خلال الخدمات والمنتجات اللي انتوا بتقدموها لجمهور الهدف اللي اخترتوه.